بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو هلدي إن إريرو كوبان أو غولو كفولا كايرا هدو غيري دي نحنس عليه كتبت غيري دي حقا كتبت نحريسي جنو إلهي كورابي سعيد محمود قهير ورفاة ساكن مركز صوته سي علي حسن حسين اي سوغر اي غور او تدولي بركي تدولي و اهد ملاس و ايشي اي انو سعيد محمود كاهر كو غيرو دي سغدي تحا اسبتال كرقال اي مغالا دهر كيسا سعيد وحن لاح لي لحي الله تنكي بشن شلي أم بنا وضع هذا الدور هذا مرة عن مغلي حنون كي سايان له اللي ساي قبتي تلفون كا وعيش هاي إنه نقص قبتي وأكسجين يوحلو ركبي حنكو عنو معان لكن تروح عيش هاي أنا أختار اللوجين معان كاس اللوجي نفسي كوات كذا تقول إنه أكسجين وركبي نسيب حوش علي وان قراعي لكن تي تلفون كالاقي مقابل مركا قيري زي ساك ايا اللي يصور شي ورشي وري يصور لعي ساك انت انا مبارو برشو بكلين وحوها قيري دا كنت ميت سعيد محمود قاير نين اللي يرى ابوها سعيد محمود قاير وكل شيء مجالنا هنجيز اللي حي يستيتك كيف نسجل بقول يلا حي يستيتك كي لبس سنوات مركو تشري أي جود قال كي إذا ما دي دو حرين تقلنا سنة ودعي وهرجيز أي برعي يدرك وسوا قلنا تبي ندرك كي أوقع حي كام بكر أيو كم يدها هل كاسوك بكر أيو كبر باري لبي سجاشن كي وحنا شيء إن ملعامد که گلی مگر در کام بکار دوباره دوکسیگی سه هاسه او که گلی دوکسیگی لغو آن کاری هلگمگی میانه عبد حاش کولد نهاریستی چنین های کورا بیو تا دوباره سعیش کی وارگی سخسان لغی سکندریگی سی یان که او که گلی ملا گالیبه محمد احمد علی لباس او گلی چه معده ارگی سو گلی پاکستان بود تو یه کورس یمن سال سعی ساقاتی لابد يكون يشنت أيام ما سنسى وريتي أي كبح ذي تلفشنا ذا أمور بعنتا سعيد محمود قهير وحوالين على بورا وحوها قرا وواجب من بقري إنك استوى دايرة مركز أكتو أختي ولا شيء وأختي وبرباري يطرفها لا كل ماي وحكم لها بوقتي سي ولونت مانسدا ولونت ميسانكا ميسانكي قارية بلا مارا وحكم لها سمتلس أو حاج عبد ورابك قري وحكم لها سنة هاي حبسكا بوقتي أسول لهم قري نين هلابورا أو قرايا أيوها وحنو اسكو براني هورها قرائق ايو قرست بواك تان اسكو براني انك استوانا نسكو داهين حتى نوان اركي ان وسعيد وحبدا كدوني هاي دايرتي لك عانتي امرا دلتي بواك تان سعيد ويقر قاري وعاوي أو قاعيرا يوها وحكم إذا بوكي إبراهيم مجاك شام حمود حيد المضي هرابوركا يو قارب بدنو خلا سدو أو تشوكتا يان ودشخين شرني نماني دلك إيا دتكو أكرا سواني يوها
سو وذا قدرية سو وذا حقلورة ميلا آنو هاي سنين إنو خدا شي ميلا آنو هاي سنين إنو قدا شي دلكو دلكي سو وذا ها وحوها نين دلك يددك وقنون موحين دن نين دلك يددك وقنون او وحكا دايا او وحكا راتلا او هانتي يوحان لو تشوين كرادي موحين ظروف كنا ولا بات كرنسا ماشي دب كقيقي يوو تشوي سعيد ماشي عدالة در كتشف تووو تشوي سعيد هاد يقول واحد كاركي سي يسوى حقوق لا تتكا الدلمن تتكا عدالة در هدو كلا عيسو تتكا انتدو لبوبيو هاد يقول سوى قيلنا يا ايا دركي سي dadka ka xuquuqay insaanka hadii goor ku qeeliya ama cid la xiray ama cid la dulmay ama cid laga xad lagu xad gudbay hadii goor ka sheekeyntooda gudbinta wararkooda kamaansoodkooda ka hadalkooda u darban ayuu ahaa gaariyan harisi shanaalaa siiyo maansow lahaayo hobel oran jiray ayaa waxa ku jiray هلا يانا هيمين كان يبتينشا أنكو رشوبة تسال النور وحن نقولي سعيد محمد قايل سو دادك دوغة هي الدريقة ويقو يفتيميو أيوه رشوبة سعيد وقلن تيتا داير سوا أي تيسي كشي إلهي أي نحريسي كانو وقبرينا تسالو وانا اكسن بوها نيان دادك كقلون بوها نيمان دالك كقلون بوها مركان لي دالك عان كقلون نين سعيدين وهرقسي تشوغيين ولاسعان وتشوغيين وحركا وتشوغيين بورو وتشوغيين وحمعنا ما يسميني سي ميشرين كأنما مرول بو قرقي سي تشوغي ما نبرح سوستا وتلفوني صوتري kaasa waxay guuri library yaro laga dhisay caata caad waa tuulo yaro ku taala gebeli hosteel ayaan buugaagtii wixii waan u soo runay shalafkii ayaa ka dhiman oan duunaynin laga qayb galo sidii ninkaas u ahaayo library-gaasi waxay ergaaba ku ooliyin silaa ku ooliyin badhan ku ooliyin meel ka ku ooliyo waxa u darnay in ardaydaasi meesha joogta ay hesho wax ay akhrisato Siciid waxba kama geynin cidda ay yihiin iyo reeraha ay yihiin iyo cidda u dhashaan iyo waxa waxba kama geynin aad wuxuu uga shaqayn jiray waxbarashadaas uga shaqayn jiray aad wuxuu uga shaqayn jiray inay dadku wax akhriyaan oo ay laibrariyadaasi minuun baan tusaaleedii ku soo qaaday inta uu buwaagiga qaaday ee uu yuli library axmed leex ku yaala ama library salaax ku yaala ama library melbrey ku yaala ayaan geynaya cidaa way ka badnayd tusaale wanaagsan buu ahaa tusaale nool oo wiilal iyo gabdhaba daada maanta joogta ay ku daasaa yuu ahaa ninkaa naftiisa dalkiisa iyo dadkiisa u horay ayuu ahaa waxaan ka tacsiyeynayaa hooyadii hodan cabdi cilmi iyo walaalihii ilaahay samir iyo imaan ka wada siiyo dhammaantood isagana naxariisi janna waa ka waraabiyo da'da maanta joogta ee la da'daana ilaahay hiilanka toosan ha ku toosiyo oo ha tuso dalkoodu iyo dadkoodu waxay u baahan yihiin oo ha ka koraan maanta halka ay joogaan ay raqda ugu noqdeen qabyaalad iyo baraha bulshada sicii siyaasiyiin ku sagootayna naxariistii jannaan halka waraabiyo inagana samrigii iimaan hanaga siiyo ilaahay hanaga dhigo dhammaanteen gaar ahaan daayarta kuwii ku dayda ee u tusaale nool oo mar walba u iftiimaya u noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh